السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات أردت اليوم هو أنه نعلق على بعض الأحداث سيما المتعلقة بالمنصب نتاع الرئاسة يعني بشكل محدد والشيء اللي راهو يدور كله حول المنصب نتاع الرئيس كلكم تابع ما كتب وما اعلن عنه في وسائل الاعلام المختلفه بخصوص تعليق ولا تاجيل ولا الغاء الزيارات هذه اللي كانت مبرمجه مع المستشاره الالمانيه تاع ميركل بالاضافه الى الرئيس نتاع ايران الى غير ذلك من الشخصيات اللي كانت مبرمجة آه بطبيعة الحال كلكم يعرف من أنه سبب التأجيل تاع هذه الزيارات هي صحن نتاع بوتفليقة هذو الناس اللي كانوا مبرمجين على جل باش للجزائر هذو مش مواطنين عاديين هذه المستشارة ألمانيا تمثل الشعب الألماني وهذا الرئيس نتاع ايران نفس الشيء يمثل الشعب الايراني وغيرهم من المسؤولين بالتالي هذه مش نتاع زياره نتاع مواطن قال راهو رايح الاداره وقال ودي روحوا بسلمه بالعافيه هذا راهو رئيس بمعنى لما انت تلغي هذه الزياره مش غير هكذا برك يعني كاينه حاجه اللي منعت على جال باش هو يجي هذا الرئيس ولا يجي هذا المستشار نتاع المانيا دونك الاشياء اللي هما من المفترض آه يعني يقدموها كمبررات من المفترض هو انه قال يتقدم هذا رئيس الحكومه يدير ندوه صحفيه ويعلن على هذه الالغاء نتاع الزيارات او قال مثلا ناطق رسمي باسم الرئاسه تقراو هكذا خبر فيه جملتين او ثلاثه على وكاله الانباء الجزائريه وقال يلا همشي وفيما بعد الصحف هذيك بطبيعة الحال لما يكون غايب المنسق والله هذا النطق الرسمي نتاع الرئاسة والله نتاع الحكومة ولا بطبيعة الحال الناس تبدأ الأقوال وتبدأ الإشاعات وإلى غير ذلك من الأشياء كلكم يعرف الوضع الصحي انت أبو من أنه رأوا في آخر المطاف تاعه ولكن واضح من خلال الصور اللي راهم يقدموا فيها والفيديوهات اللي راهم فيها حتى حتى اذا روحي يعني اي انسان يعرف ابجديات نتاع المونتاج لما تشوف كيفاش ينتقلوا من كاميرا لكاميرا والصعوبة نتاع المونتور هذاك اللي يدير هو المونتاج يعني تشوف فيها لي كوبيور هذوك اللي يديروا فيهم نتاع لي بلون وتشوف حتى ما يخليوش مام با قال مثلا بلون مثلا فيه ديس سكوند. ما بمعنى انه راهو في حاله يرثى لها. هذا فرضا باللي هذي الفطوات اللي راهم يجيبوا فيها وهذه الفيديوهات اللي راهم يديروا فيها فرضا باللي راه صحيحه. تشوفوا رغم الناس اللي راهم يعرفوا التصوير الكاميرات هذو اللي راهم يتحطوا هما قال مثلا في الرئاسه ولا في اي مكان اخر. كاميرا ستابل بالبي تاعها وقال مثلا لما انت تدير تصور نتاع بلون اللي ديرو قال مثلا عشرة تاع ثواني ولا عشرين ثانيه فيما بعدهما لما يكون هناك تقطيع تشوف انت الصوره الثابته تشوفها يعني حتى هذيك الصور اللي قدموا فيها صور باهته يعني المونتور يعني ما بان بروفيسيونال ما انسان بوجدي إذا رأه هذا راه رئيس هذا زعما بين قوسين يعني تبهديل يعني اي انسان عنده الابجديات نتاع التصوير يعرف التصوير ويعرف المونتاج يفهم باللي السيد راهم ما قدروش حتى كيفاش يرجعوها يا سيدي خيركم راكم قلتوا باللي راهو ناض وراهو في صحه جيده على لسان ولد عباس باللي راهو رايح يمشي إيه المفترض هو أنه لما تؤجل هذه الزيارة تؤجل قال مثلا لأسبوع وين رام وين رهم هذا الرؤساء نتاع الدول هذو اللي ألغيت الزيارة نتاعهم يعني ذوك يستناو حتى مانيش عارف الوين حتى ينور الملح إذا في القضية هذه إذا من خلال الصور حتى هذه اللي راهم يسوقوا فيها واضح جدا من أنه في حالة يرثى لها وما عادوش قادرين يرجعوا حتى هذه الصور اللي راهم هما يبثوا فيها هذه فيما يتعلق بالشيء اللي راهم يقدموا فيه احنا ما راناش نجيبوا في من روسنا رانا نحلوا في هذا الشيء اللي راهم يقدموا فيه بناء على المعلومات اللي عندنا والمعطيات اللي عندنا هذا فيما يتعلق بالصور وهذا الزيارات نتاع ميركل ونتاع الرئيس الايراني القضيه جت فيما بعدها القضيه نتاع الصوره نتاع الفتاة هذيك اللي فيه بعض المصادر يقولوا من انها من موقع امريكي وموقع اسرائيلي والى غير ذلك هذه الصورة ما هو الهدف من النشر نتاعها ما هو الهدف من الترويج نتاعها في هذا الوقت بالذات جات يعني كما نقولوا بالموازاه مع هذا الانتخابات هذه نتاع التشريعيه وجات للتغطيه اولا من جهه للتغطيه على هذا التاجيل نتاع هذا الزيارات وفي نفس الوقت كاينين الجماعه نتاع المخابرات اللي راهم موجودين في الفيسبوك دون هو انه نذكر الاسماء نتاعهم راكم تعرفوهم راهم يخدموا في الفيسبوك وفي اليوتيوب كلهم من اجل توجيه الناس ومن اجل التضليل نتاعهم وذوق نكشفوا على الاهداف نتاعهم دخلوه مع الخط من اجل على جل قال راهو كاين هناك اختراق امني وهما كلهم يوحيوا قال هاكم تشوفوا لما كان توفيق ولما كانوا هذ الناس اللي كانوا معاه كانت حاجه ما تزغط في المقابل هاكم تشوفوا آه عادوا يسوقوا الصوره آه يعني جابوها من من موقع اسرائيلي مع انه لما كان التوفيق راكم شفتوا القضية نتاع الاف بي اي راكم شفتوها في الجزائر الفاضحة هذيك نتاع الاغتصاب ونتاع كذا وبدون ما يعني نذكر في التفاصيل راها الكثير من القضايا وراكم تعرفوا التصريحات اللي راها الضباط راهم موجودين راهم مازالوا على قيد الحياة ونتاع التعامل نتاعهم مع المصاد مشي قال قال ما على باليش صورة سربت بغرض توريط جهة معينة ولا بغرض الضغط على جهة معينة لإعادة الجماعة نتاع التوفيق كانوا يتعاملون مع المصاد والتصريحات راها موجودة وبدون ما نظل في التفاصيل راكم تعرفوا القضية نتاع التنسيق الأمني اللي راه جاري في المنطقة نتاع الساحل في المنطقة نتاع المغرب العربي راكم شفتوا التصريحات نتاع كثير من المسؤولين الكبار من انه عندهم علاقات جيده مع الجهاز نتاع الاستخبارات راكم شفتوا تاع القواعد العسكريه اللي راها في المنطقه الى غير ذلك يعني بدون ما نظل في التفاصيل اذا هذه الصوره حبوا على جل باش يستغلوها باش يروجوا المساله وحيده هي العوده نتاع الجماعه نتاع التوفيق كلهم من اجل باش يضغطوا على جل باش هما يفرضوا آه المرشح نتاعهم. هي المسائل هذه علاش راها الدور؟ راها الدور كلها بالمنصب نتاع الرئيس تاع الجمهوريه. يعني آه هاكم تشوفوا بوتفليقه إذن يالله لازم يجيو جماعه قال راهو كاين اختراق امني او يحوسوا على جل باش هما يصنعوا جو يصنعوا مناخ حتى باش هما يتحركوا لازم يلقوا ابواق سواء كانوا من الاسلاميين مانيش نتحدث انا على الناس الفاطنين يتم استعمالهم من اجل خلق مناخ يشحنوه فيما بعد ما يدعموه عن طريق الـ الـ الوسائل الاعلام المختلفه باش يخلقوا هذاك الجو باش يتحركوا هما، يتحركوا في الوقت المناسب، لازم يمهدوا لهم الأرضية باش يتحركوا من خلال الناس اللي راهم عندهم، من خلال الشبكة اللي راهم طارزينها، سواء عند الصحف ولا القنوات الفضائية أو في الخارج، على جل باش هما يتحركوا في الوقت المناسب باش هما ينصبوا الخليفة نتاعهم على جل باش يبقوا دائما هما في الحكم أو ناس يخدموه. إذا هذه هي المسألة. درك جات القضية هذه نتاع الحاكم نتاع الشارقة تخيلوا جات مع هذا الشيء اللي راهو يدور بالمناسبة نتاع 19 مارس اللي راه ناس يتحدثوا على القضية نتاع اتفاقية ايفيون القضية نتاع الاستقلال نتاع الجزائر تخرج هذه التصريحات نتاع الحاكم الشارقة يعني معناتها باللي زعما مسألة جات عن طريق الصدفة ما منها وحبوا باش يوظفوها قال هاكم شوفوا راهو عادي يشكر علينا رئيس نتاع نتاع بلدية وين الأمن وين راه الجزائر هذا الشعب الجزائري اللي كانوا يذلوا فيه كانوا يدخلوا على البيوت نتاع الناس ويخرجوا في الناس بالبيجامات هذا الشعب الجزائري اللي كانوا يمرمدو فيه وكانوا يقتلوا في عباد الله وكانوا يخرجوا فيهم ويختطفوا فيهم ويغتصبوا فيهم هذا الناس اللي كانوا يقتلوا فيهم من بعد الآن يتحوسوا يتحدثوا على الاستقلال ويحوسوا يقنعوا الشعب الجزائري من انه راهو درك حاكم الشارقه صار هو يتعنطر على الشعب الجزائري واش تنتظروا من هذا المواطن اللي غلقتوا له فمه واش تنتظروا من هذا المواطن اللي اعتديتوا له على الارض نتاعو اعتديتوا على اللغه نتاعو اعتديتوا على المقدسات نتاعو واش تنتظروا من هذا المواطن واش تنتظروا من هذا المواطن هذا لنحيتوا له السياده نتاعو هذا المواطن اللي نحيتو له الاراده نتاعو هذا المواطن اللي قلبتوه مسخره امام الشعوب واش تنتظروا من هذا المواطن بعد ما دمرتوا الاسره دمرتوا المجتمع دورتوا ال... د... دمرتوا كل السبل نتاع التواصل احدثتم صراعات داخل العائلات هذا من تميل الفيس وهذا من تميل المخابرات وهذا من تميل الدرك وهذا من تميل الشرطه وهذا من تميل الافافاس وطرطقت المجتمع فزتوا التعليم فزتوا المسجد لحقتوا حتى للدعوه صارت الناس ولا تدفع في الرشوه على جال باش تروح الحج واللي تتبعوا في الباسبورات الباسبورات تاع الحجاج او روح قالها وخمس خمس باسبورات ويلا هاك العقيد الفلاني هاك الجنرال الفلاني هاك رئيس البلديه الفلاني هاك رئيس الدائره ما منعت للمدرسه ولا منع المسجد ولا منعت المستشفيات ولا منعت الرياضة الرياضة دخلت فيها الرشوة وبيع نتاع المقابلات وشراء نتاع الحكام وبيع حتى اللاعبين دمرتوا الم... دمرتوا الفلاحة دمرتوا الزراعة دمرتوا كل شيء في البلاد وحابين جو الآن درك حابين تصنعوا من هذا حاكم الشارقة من أنه راهو يتعنطر على الجزائريين علاش ما تحدثش هذا الحاكم نتاع الشارقه لما كان بومدين حي؟ علاش ما تحدثش؟ وفيما بعد نفس الشيء زادوا عاودوا ااا جبدوا هذه القضيه نتاع هذا ولد قدور قال لك هم عينوه على اكبر مؤسسه وطنيه اللي هي السونطراك. السونطراك اللي كان فيها شكيب خليل والسوناطراك اللي كان فيها غزالي والسوناطراك اللي كانوا فيها ناس اخرين. واش درتو محسوب درك هذا ونعرفتوا عرفتو شكون اللي خرج الملفات نتاع السرقه؟ شكون؟ ماكمش نتوما يا نتاع المخابرات؟ شكون اللي كان يحمي فيهم؟ شكون اللي كان يحمي في جاكيب خليل؟ وشكون اللي جابوا بوتفليقه اصلا؟ آية، وشكون اللي جابوا، جبناه احنا يا اخي احنا كنا ضده، انتم اللي جبتوه، وانتم اللي قمعتوا الرجال، وانتم من اللي منعتوا المخلصين من ابناء الوطن. انتم اللي كنتوا تديروا لهم في الملفات، وانتم اللي كنتوا تديروا لهم في الابتزاز، حابين تلعبوا هنا الان درك كنتم وطنيين، وانكم مخلصين، وانكم حبيتوا الخير بهذه البلاد، ومنعكم بوتفليقة ومنعكم السعيد، انتم تتحدثوا على الوطنية وتبيعوا في الاوهام للشعب، ما تمنوهمش، هذول اللي باعوا البلاد، الحركة ربما الناس اللي هربوا لفرنسا، وربما قال واحد باع بن عمو او ما على باليش انا كذا وتجمعوا فيما بعد في, فرنسا صاروا هما قال يشكلوا قال مثلا اطار والله ما على باليش هذو باعوا وطن وطن كامل باعوه مش باعوا بنعمهم عمهم فقط هذو باعوا وطن كامل باعوه تعنطروا عليه في غياب الرجال ما كان حتى واحد يبرم الكلمه نتاعو لما كان بومدين حي ما كان حتى واحد يهز عينيه لما كان بومدين تتحدثوا انتوما الان حبيتوا تفهمونا من انه سعيد بوتفليقه راه يحكم سعيد بوتفليقه راه يحكم شكون اللي داو شكون كنتوا بكري تضحكوا على بورقيبه مازالكم تحكيوا على الوطن مازالكم تحكيوا على الوطنيه ومازالكم تسوقوا في الوطنيه المغشوشه للشعب الجزائري وين راه السياده الجزائريه وفي حضور التوفيق كانت الاجواء الجزائريه كانوا يلعبوا فيها وراها الصور والفيديوهات راها موجوده حبيتوا ذوك الان حبيتوا تلعبوها باللي اه كيف كيف كي سيدي كي شريكو كلكم تحالفتوا على جال باش تحتقروا هذا الشعب راكم شفتوا وجدرتوا للاطارات كلكم هجرتوها للخارج يعني ربما الانسان قال يحاشي بعض المخلصين وبعض الرجال اللي راهم يخدموا وعلى بالنا باللي راهم القلوب نتاعهم تحترق ولكن الله غالب راهم يشوفوا كما يقول لك اليد اه العين بصيره واليد قصيره أو الناس اللي تمت الإقالة نتاعهم سواء من الضباط اللي خرجوهم في عز الشباب نتاعهم أو من الناس اللي راهم يخدموا في مؤسسات مختلفة نفس الشيء خرجوهم من التقاعد حتى باش ما يشكلوش عليهم خطر في المستقبل أليس القايد صالح اللي كان قبل أيام في الإمارات راها الإمارات والإمارات ورانا دايرين معها الشركات وراها الصناعة الحربية وراها كذا الشعب الجزائري سيد ولكن مازال ما لقاش ما فقط الرجال المخلصين الصادقين اللي يبكيوا علهم على الهم نتاعو على باش هو يلتف حولهم الان نجي للقضيه هذه نتاع رشيد نكاز راكم شفتوا السرك شفتوه ولا ما شفتوش الان يعني اخرتها هو انه بعد ما خرجت الفضيحه باللي راهو دار العائله نتاعو في القائمه نتاع باري من بعد هو هاكم تشوفوا السرك اللي راهو يدير فيه هذا اللي كان يقولكم لكم باللي يحوس يرفع من المستوى نتاع البرلمان وهذا اللي كان يقولكم يحارب في الفساد ما هو الفرق بين بينك وبين بوتفليقة بوتفليقة دار خوه ودار خاوته على الاقل راهو في الرئاسة يا انت هاك برلمان مازال لحقتش ليه وأقدر تخاوتك وقاعد يطنه في المغفلين وفي المعاقين ذهنيا من انه راهو دار خاوته على جال باش هو يلقى مبرر باش هو يطلبوا منه يغير القائمه هذه ربما تروح تحكيها لواحد الطفل الصغير يرضع في البيبرو تحكيها للناس مثقفين الناس يدرسوا في القانون الناس يعرفوا السياسه والناس يعرفوا النظام القضيه نتاعو كيف ما قلت لكم في تسجيلات سابقه هذا السيد هو في الولايه نتاعو ما كانش قادر على جلب باش يجمع التوقيعات في الانتخابات وبالتالي لما هو ما يجمعش التوقيعات ويقدروا يلقاوا له هما هذاك المبرر في الجزائر فيما بعد هو راه رايح يفضح لانه هو كان يقول لكم باللي سرقوا له التوقيعات راكم شفتوا الان راي العين نفس الشيء اللي كان يدير فيه في التوقيعات في الجزائر يعني اللي طيلة شهر وهو يدير في السيرك نتاعه وصل حتى لتولوز اللي ماهيش الولايه اللي يجمع فيها التوقيعات ومع ذلك جاء وسوق لكم باللي راهو يلم في التوقيعات ولموا له الناس وكذا وكذا وكذا, وكذا. راكم شفتوه طيلة شهر لم بالتصريحات نتاعو 600 توقيع وكذا طيلة شهر في الجزائر يلم توقيعات نتاع أكثر من ستين ألف توقيع يلمها في الجزائر بالعكس بلك هنا في فرنسا بلك كاينين الناس اللي ربما دعموه من جماعة الماك ومن جماعة هذوك اللي كانوا يدوروا به راكم شفتوا إذا قانونيا راهو الملف نتاعو مرفوض القضية هذه نتاعو مع ولد بوضياف تدخلكم انتم في راسكم من انه يلتقي مع ابن شخصيه وطنيه هذا محمد بوضياف نتفق معه ولا نختلف معه هو شخصيه وطنيه واحد من المفجرين تاع الثوره تدخلكم انتم في راسكم من انه كان قاعد في قهوه والتقى ب بولد بوضياف ثم ولد بوضياف يالله قال هفو هكذا في قهوه ومن بعد عشى هو ليست تدخلكم في راسكم هذا ولد بوضياف اللي كان يقول لكم باللي راه رايح يدير حزب حزب نتاعو وراهو رايح يواصل المسيره نتاع محمد بوضياف يعش يقول لكم هو باللي راهو مترشح مع رشيد نكاز اللي راهو هو على بالكم به مازال بيبرون نتاعو غير كيف نحاه من فمه في فرنسا هذا اللي باباه مفجر تاع ثوره يمشي مع واحد هو ما يعرفوش والتقى به فقط هو في قهوة ومن بعد يلا على رأس قائمة تدخلكم في رأسكم هذا المسألة وش هي كانت وصلتني معلومات عندها ربما أكثر من عامين وكنت اتصلت بناصر بوضياف في هذا الموضوع نتاع باباه نتاع المقتل نتاع باباه عرفوا باللي هذه الحوارات وهذه الاسئله راح, راح تخرج اشياء كثيره خاصة أنه هو انه من خلال المعلومات اللي نشرناها سواء من خلال الحوار مع هو ولا من خلال الحوار مع الاخ شوشان عرفوا باللي الناس راه وصلت راس الخيط دونك هما استعملوا كل الوسائل على جال باش يبعدوه نهائيا على هذه الحوارات حتى باش فيما بعد ما تعرفش الناس الحقيقه نتاع المقتل تاع بوضياف وصلتني معلومات وكنت اتصلت به بناصر بوضياف كانوا كلفوا له واحد على جال باش هو يكون معاه وهو اللي يقوم له بهذه القضيه نتاع الحزب وقعد انا كنت حاط واحد هكذا في راسي قاعد نتبع في الموضوع نتبع في الموضوع نتبع في الموضوع حتى يخرج لك ناصر بوضياف باللي راهو رشيد نكاز راهو هو اللي راهو رايح يدير المشروع نتاع بوضياف على جال باش يبعدوه على القضيه نتاع باباه راهو قدموه باش هو فيما بعد ينزعوا له هذيك المصداقيه لما تروح انت للعاصمه في الكصبة هذه اللي هو كبر فيها وتربى فيها وما يلمش التوقيعات تبهديله كبيره وضربه كبيره ليه هذا الشعب اللي كان كله ملتف حول قال القضية هذه نتاع بوضياف من أجل معرفة الحقيقة يجي أنت واحد يغرك هذا مش منصب نتاع سفير مش منصب نتاع وزير مش منصب نتاع رئيس نائب البرلمان واش راح تدير نصر في البرلمان مع رشيد نكاز واش راح تدير في البرلمان الشعب الجزائري محتاج محتاج الهضره هاك رحت سيدي للبرلمان واش راك راح تدير في البرلمان رايح تتحدث على القضية نتاع باباك في البرلمان او الشعب على بالو تحدث في قنوات فضائية او الشعب على باله باللي بوضياف قتلوه. او الشعب على باله باللي هذه القضية نتاع ما مكنش منها هذا حبو باش يستغلوك على جل باش ينزعلك هذيك المصداقية وهذا الشخص راه واضح باللي راه القضية نتاعو الاولى والاخيره هي الوصول للسلطه، راهو هادرها بالصوت وبالصوره وراهو كل يوم يردد من انه راهو قاعد 20 سنه ما يدير حتى حاجه، راهو ماكل شارب، راهو كل شيء مهنيينو من كل شيء وراهو القضيه نتاعو الاولى والرئيسيه هي الوصول للسلطه، واش راه يدير هو؟ هو راهو يستعمل في القضايا، كل مره تبان قضيه يحب يركب عليها ويحاول هو انه يستعمل هذه القضية من أجل التأثير على القناعات خاصة تاع الشباب على جال باش هو فيما بعد يثورهم لما يثور الشباب يثور الشباب يحوس هو يستعمل القضية اللي ينوض بها الشباب كل مرة على جال باش لما يثور الشباب فيما بعد يستطيع هو من خلال هذيك السلطة المعنوية اللي يكتسبها فيما بعد هو يأطر هذيك قال الجحافل انت الشباب بين قوسين هو رأه هذا هو الشيء اللي يسعى عليه هو يحوس يحرك الشباب باش فيما بعد يمانيبيليهم يتحرك من اجل على جل باش يوصل يوصل للسلطه بطبيعه الحال كثير من الشباب مع الاسف الشديد ربما يمشي معاه بالنيه ما مش فاهمين اولا ما يجري في الجزائر ما مش فاهمين هذه الامور السياسيه ما مش فاهمين هذه الصراعات اللي راه الدور يشوفوا فيه على اساس انه جون عنده ضحكه هكذا ابتسامه عنده طريقه كيفاش يتواصل معاهم وهو هذه الامور هو اللي راهو قاريها ما دايرها هكذاك برك قال هذيك هي طبيعته راه يمثل مثل في دور نتاع انسان بضحكه صفراء هكذا ويحاول هو انه ياثر على القناعات هذيك نتاع الناس هذا لازم واحد يكون قاري لا فاهم جيدا ويعرف عنده معلومات يعني رسميه باش فيما بعد هو يقدر يواجهه اسئله ما يقدرش يجاوب عليها لماذا لما يعرف ناس باللي راهم فاهمين القضيه نتاعو فاهمين هذا التظليل اللي راه يمارس فيه هذه اللي راه يدير فيها مباشره هو يلتقي مع واحد يهرب منه ما يقدرش يواجهه حتى حتى مجرد نقاش خاصه اذا كان هذا النقاش راهو علم مباشر ربما لما يكون هو قال مثلا في قهوه ولا ما كانش تصوير ولا ربما لكن لما يكون على المباشر والناس يشوفوا فيه في الصفحه نتاعو يسيب باش يهرب حتى حتى في الطريقه نتاع التصوير تاعو الناس اللي ربما قراو التصوير راهم يعرفوا هذا المسألة حتى في الطريقه نتاع التصوير تاعو لما يكون يصور في واحد يكون واضع واسمو التليفون النقال تاعو يعني كما نقولوا فوق الانسان هذاك اللي راه يصور فيه ولما يكون يصور في روحه يوضع التليفون من في الجهه السفلى وهذا الناس اللي يعرفوا التصوير يعرفوا هذه المسائل هذه الناس اللي راهم ربما داروا المونتاج ولا داروا التصوير يعرفوا هذه المسائل هذه الامور هذه تستعمل هذه الحركات السينمائيه يستعملوها لما تكون انت تصور في واحد في الاسفل على جل باش ظهره في مظهر نتاع ضعف بينما لما يكون العكس ظهروا في مظهر تاع قوة هو دائما يحاول يظهر بهذاك المظهر نتاع القوة يصور في نفسه من من تحت من الاسفل الى الفوق ولما يكون يصور في الناس يدوميني يعني عليهم من خلال التصوير هذاك يصورهم تحت هذه مسألة لازمكم تعرفوها هو ها ما راهوش يمشي هكذا كيما راهم بعض الناس هكذا ساعة ساعة نسمع بعض التعليقات هكذا واحد يقول لك مريض وواحد يقول لك مهبول وواحد يقول لك نو 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 هو راهو يمشي عارف النفسيه نتاع الشباب وراهو يتبع وهو اللي راهو يتحرك فيه واللي راهو توجه فيه هي هذه ما يسمى بالمرم نتاعو يعني هذه اللي هي الاصل نتاعها من لورغواي باش ما 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 بعض الناس راني ساعه ساعه هكذا كاين اللي مدوا معلومات غلطه وكذا من لورغواي المراه نتاعو هذه بين قوسين من لورغواي ماهيش امريكيه وما هيش فرنسيه ربما تحصلت على الجنسية الأمريكية وربما تحصلت على الجنسية الفرنسية وحتى الاسم نتاعها الاسم نتاعها هنا في فرنسا كما تعرفوا باللي المرأة تنسب للرجل نتاعها قال قال مدام نكاس مسميينها هنا في فرنسا مسميينها سيسيل لورو اسمها البا براشي البا براشي سيسيل لورو ما مع واش معناتها معناتها الاسم هذاك نتاع لورو أه مع انت واحد واحد اخر بمعنى انه كانت متزوجة ربما قبله الله اعلم سيسيل لورو لو نون لورو منين جاي كانت متزوجه من قبله هو الواضح من انه راها كبيره عليه سنا هي راها الان فايته الخمسين فايته تعرفوا شحال فايته سنا فايته بتسع سنين هذه اللي راهو يقول مزوج بها فايته بتسع سنوات وباش يكون في علمكم باللي هذا بنو هذا راهو عايش في المريكان اللي قال لكم هو باللي راهو عايش في عين مرانو وراهو يقرا في القران وما على بالي اسمه. والله العظيم كاينه صورها راها منشوره يستطيع اي واحد يعني من من الناس هذو اللي يعني يحبوا يعرفوا اي واحد يستطيع هو يروح يكتب الاسم نتاع بنو هذاك ويشوف الصديقه نتاعو هذه ويشوف الصور نتاعو مع الصديقه نتاعو هذه في سان فرانسيسكو. متصور بتاع داير هذيك الشيشية هذيك تاع بابا نوال هذاك معها هي هاي الصور راح موجوده في الفيسبوك حتى باش ما يقولوش قال هو يشهر به وها هو كذا وهاو دخل في الامور الشخصيه نتاعو وكذا اذا كان ذوك الجزائريين هما ما يعرفوش هذه الزوجه نتاع بوتفليقه اذا كان الجزائريين هما ما يعرفوش هذا الاسرار نتاع نتاع هذو الرؤساء اللي فاتوا لازم هذا الانسان اللي هو يتقدم لشأن العام يكون يعرفوا الفصل نتاعو والمفصل نتاعو ويكونوا يعرفوا كل هذه الاشياء اللي عليه هو اللي راها كانت تتحرك فيه كانت تتحرك فيه هذه البابراشي هي اللي راها مختصه في هذه الامور هذه ودايره دراسات المهم اذا الاخوه والاخوات هذه المساله نتاعو في فرنسا هو علاش دارها هذه نتاع دار لا فامي هو كان دير في بالو باللي ربما يرفضوا له القائمه ولكن مش كيف ما راه في الغاشي كان دير في بالو باللي يرفضوا القائمه قال مثلا ينحوه هو يكون خوه ديجا راهو موجود واذا نحاو خوه تكون أخته واذا نحاو أخته تكون أخته الاخرى هذا هو الشيء اللي كان يهوس عليه فيما بعد يجيب في واحد يحطه معاه في القائمه التقى به كيف ما شفتوه بالصوت وبالصوره في الشونزيليزي عرفوش ما يعرفوش هذاك اللي يقول باللي استاذ ونفس الشيء داروا في تولوز مع واحد طالب جامعي وهاكم شفتوا يا جماعه تولوز يا اللي لميتوا التوقيعات هاكم شفتوا النتيجه نتاعكم اذا الاخوه والاخوات هذه الامور هذه كلها مرتبطه بعضها البعض باش تفهموا باللي هذه الجماعه اللي راهم يتحركوا كلهم يحوسوا يخلقوا مناخ في الجزائر اللي مكنهم من الوصول للسلطة أو من خلال البقاء في السلطة. احنا نحوسوا على جل باش ننتهي من هذه السياسة. نحوسوا على جل باش يكون هناك عمل جماعي هذا الإطار الشخصي هذا راهو يدي البلاد المحرقة وخلاص الشعب الجزائري يكفيه ما قساه الشعب الجزائري يكفي ما عاشوا سواء ابان الحرب نتاع التحرير ولا ولا والمجازر اللي ضرباته يكفي الشعب الجزائري ما قاسع. لذلك الاخوه والاخوات لازمكم تنتبهوا لهذه المسائل ربما منكم ربما يقول لك باللي هذه هذه ما يشوف الله يسهل عليكم المهم انا راني مديتكم وجهه النظر تاعي بناء على المعطيات هذه اللي راها موجوده الانسان اللي يحب ياخذ بها يحب يسمع للراي نتاعي ويحب يسمع للنصيحه نتاعي اللهم بارك اللي راه يشوف يروحوا باللي راه فايق راهو الوقت بيناتنا الناس راهم كاينين الحمد لله راهم اللي اتصلوا بيا من الناس اللي كانوا مع رشيد نكاز والله العظيم اني نحكي نحلفها لكم انا على يقين باللي راهم يسمعوا فيا قاسما بالله العلي العظيم غير البارح غير قبل ما ينشر هذاك المنشور هذاك على الصفحة نتاعو المنشور كان عندي قسما بالله نحلف لكم على المصحف الشريف أنه غير قبل ما ينشر هذاك المنشور في الصفحة نتاعو على جل باش يطلب هو الناس يروحوا يلموا توقيعات المنشور كان موجود عندي يعني باش نقول لكم باللي ما رانيش نتحدث من راسي هكذا برك باش تعرفوا هذه المسائل المهم تحياتي لكل الاخوه الشرفاء اللي راهم موجودين في الجزائر والاخوه اللي وضعوا فينا الثقه اللي راهم موجودين في فرنسا وفي كل مكان تحياتي لكم جميعا وان شاء الله نلتقي في تسجيلات اخرى المهم حذروا راها ناس تخطط على جل باش توصل للسلطه ولا على جل باش تبقى فيها احذروا مش كل انسان آه يهفكم ويجي لعبكم لا باسم الوطنية ولا باسم الإسلام ولا بتحت أي عنوان تحياتي لكم جميعا